زي ما تعودتوا علي أنه دائماً أتكلم معاكم عن الرياضة، لكن قررت أني حتكلم في ده الموضوع يوم تاني، واليوم حنتكلم عن أهم التقنيات في عالم البوتوكس والفيلرز. معانا اليوم البروفيسور روي مطران. أهلاً بروفيسور، كيف حالك؟ أهلا فيك. Thank you. اليوم نبغى نتكلم عن الفيس شيبينج، أو اللي هو معروف بإعادة تشكيل الوجه. أول شيء نبغى نعرف إيش هذه التقنية وعلى إيش تعتمد؟ Actually هلا reshaping أو restructuring of the face عنده هدفين. أول هدف هو نحل الإنسان أكيد، مش هدفه بس نصغره، نعرفه نحليه. يعني نقدر نشتغل بالريستراكشرينج، يعني بنشوف مثلا اذا واحد عنده ديفو معين بوجهه، وجهه شويه سكوير او وجهه مينلي سكوير او وجهه ما عندها تشيك بونز او عندها تمبلز خاسفين، هول بنقدر نشتغلهم تو ريستراكشر ا فيس تيشبه اكثر شيء يلي هو الوجه، يعتبر وجه عنده حلو وستراكشر تبعه حلو. وهل كل رجل او كل سيده يحتاجوا لهذا النوع من الفيس شيبينج؟ انا بقول شغله، there's always room for improvement. Okay. احلى انسان بالدنيا او احلى مره بالدنيا تقدر بعد تتحلى. سو بتظبطي معالم الوجه بطريقه معينه، which is كثير مهم نعرف انه الفرق كثير بين الرجال والمره هون. لانه الرجال لازم يكون should be more manly masculine، بينما المره we try to make her more feminine. اوكي، سو بدنا ننتبه كثير انه المره should work on the upper face، يعني على المنطقه العليا من الوجه، بينما الرجل على المنطقه الواطيه يلي هي الجو لاين، بينما المره عند التشيك بونز. وبرجع بقول لك اي انسان بنقدر نحليه. طيب هل في عمر معين؟ يعني لو مثلا احنا بنشوف دحين دي الايام صار الموضوع هذا مره شائع، وصار في كثير بنات يعني حتى بنلاقيهم بسن صغيره يعني مهتمين في ذا الموضوع، فهل في سن معين انه يبداوا يسووا هذا النوع؟ اكيد ما في سن معين، في وقت نشوف انه في غلط بدنا نصلحه. وانا كمان بقول دائما اتس لكجري، هيدا شيء لكجيريس اذا الانسان بيقدر يعمله. اوقات انا بعطي اكزامبل صغير انه مش مفروض مثلا بنت عمرها 20 سنه يكون عندها ساعه غاليه او ساك غالي. It's the same thing. صح. Same thing. If she can afford to make herself look better, why not? This is ما في بس ما في age، اكيد ما في age. دكتور ممكن تشرح لنا اكثر عن كيف بالضبط هي التقنيه؟ يعني هل نحتاج فيها ابر؟ ايش هي بالضبط؟ To get a good result you have three conditions. كثير مهمين نتبع هالثلاث امور تناخذ ريزلت حلو. اول شغله we have to go to a doctor. للاسف صار في عندنا كثير مشاكل، نحن بلبنان القانون بيجبر انه يكون حكيم تجميل او حكيم جلد. ايوه. ثاني شغله نطلب من الطبيب يفرجينا شو البرودكت، ونطلب منه يستعملنا احسن نوعيه برودكت. وثالث شغله always ask the doctor to give us a natural result، الشكل الطبيعي. مزبوط. هيدا اهم شيء. يعني اذا مشينا بالثلاثه conditions هون you will have a beautiful result. التكنيك هي actually fillers. مثل ما بتعرف الفيلرز هن يالورونيك اسيد، الكونسنتريشن تبعه تفرق بين برودوير اي، برودوير بيسمك اكثر. وكل ما يسمك اكثر كل ما يعطي ستراكشر للفيس. سو هي انجكشنز ات تيكس لايك مينتس، اتس نوت بينفول لانه بقلبهم فيهم بنج اغلبيتهم، وبيعملوا ريستراكشرنج لمحلات معينه. هل فيها اثار جانبيه؟ يعني هل ممكن مثلا تقلب بعكس بنتيجه عكس، او هل في اشياء ممكن ننتبه لها، او يعني بس عشان نكون عارفين ومنتبهين؟ صحيح. اكيد في اثار جانبيه اذا استعملوا غلط. اذا شكيت بعصب او اذا شكيت بارتري اكيد في مشاكل، ومنشوفهم، انا بشوفهم كل يوم بالعياده عندي. طيب هل ممكن نشوف معك حالات قبل وبعد؟ اكيد. هلا نحن حضرت حاله شيز ا بيشنت، شيز 40 يير اولد، عمرها 40 سنه. عم نشوف هلا البيشنت بيفور، ورح نشوف كيف نحن وعم نشتغلها بروجريسفلي. اول بارت دائما وقت تشتغل الوجه بنبلش نشتغل من الابر لللور فيس. سو حنشوف كيف عبينا لها التمبلز بالصوره مبينه. تمبل از فيري امبورتنت لانه وقت تتعبى بتعطي يونجر لوك، اللي هم في تمبلز. اوكي. تمبلز هول وقت يكونوا فاضيين بيعطوا عمر. سو يو شود ستارت باي دوينج ذس. ومن بعد ما نكون اشتغلنا التامبلز اللي شفناه هون، رح نشتغل شويه تشيك بونز. كثير مهم عند البنت نعطي اكسبريشن بالتشيك بونز، كل ما نرفع لها تشيك بون كل ما تعطي فيمينيزم. كمان بدنا نشتغل على تحت العين. تحت العين اتس فيري امبورتنت، بس اتس ديليكت، يعني الواحد لازم يعرف يعملها. ايه. من بعد ما نكون اشتغلنا هولي، بتعرفي اكيد دائما بيسالوا ليه ما بدنا نعبي هول. مزبوط. يوجوالي هلا انت بعدك صغير، بس يوجوالي كل العالم بيعبوا هول. This is the old technology. يعني اذا بترجعي 10 سنين لورا كان اول شغله تفوتي عند الطبيب يعبي لك هون. Which we're not doing anymore.
we insist on lifting the face. Then logically, if you lift the face by filling the cheekbone, من هون كل المنطقة عم تعلى. If we need a little bit, مثل ما شفنا عند بالهيل بيشنت, نقدر نحط بس كميات بتكون أصغر بكتير أكيد. Okay. بالأخير حنشوف كيف صارت زينة بالآفتر. بتشوفي كيف تغيرت. بس if you look at her now, you can't tell إنه عاملة شيء. إذا نرجع نحط البيفور أند آفتر ساعتها منشوف الفرق الكبير. طيب دكتور, طالما يعني إذا سوت كل هذه التغييرات, كل قد إيش لازم تقعد تسويها عشان يفضل عندها نفس الشكل؟ Once we achieve the result اللي بدنا إياه, يعني مثل بهالكيس, بيصير بدها تعمل مينتنس. هو البرودكت بيضاي من سنة لسنة ونص. بس أنا يوجوالي سي إنه مش ضروري تنطري السنة ونص لترجع تعيدي كل شيء. ملي تاتش أبس, يعني let's say just giving an example, إذا أنا عزت خمسة إبر, يا بدي أنطر سنة وسنة ونص ورجع أحط خمسة عن جديد, أو كل شهرين ثلاثة أربعة خمسة بس نحط وحدة to maintain the result, تما نطلع وننزل بنضلنا محافظين على مستوى معين وتركها بالشيب الحلو. يعني شكرا دكتور, صراحة أعطيتنا نصايح مرة كتير وتعلمنا منها. وطبعا أكيد لازم دائما نأكد إنه لازم الواحد مهما كان يفضل طبيعي وعلى شكله وما يسوي أي شيء يتسوى زيادة عن حده بينقلب ضده. صحيح. شكرا لك دكتور, تسلم. مرسي لك. شكرا لك.